قناة الحياة وكالعادة ستكون حاضرة ببرامج تستضيف فيها وجوه وشخصيات معروفة كبرنامج أنا الممضي أسفله وبرنامج عرض VIP. برنامج أنا الممضي أسفله يقوم على طرح أسئلة مباشرة وجريئة تتناول حياتهم الخاصة والمهنية وتكشف فيها الكثير من الأسرار والمفاجآت. أما عرض VIP فهو أول برنامج تحدي في الجزائر حسن الضيافة والكرم، يعمل على تحدي بين الطباخين الهواة على طريقة برامج الواقع. إذن الهدف منه هو إبراز الموروث الثقافي المادي واللامادي. تحديات لحسن الضيافة والكرم في الجزائر. بعد اجواء التحضيرات مع الشيف ديالنا في المطبخ، خلونا نروحوا نشوفوا. اساسا كما ناكلش الكبده بصح لاصوص ما يد فيها والو، موالفه ناخذ 3-4 وحده كفاتني. هادي سي اون بروميير و فرانشمون سيتي 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 تري بون. كليت بزاف على بالك. الممضي اسفله ندير ما اكثر هكذا باش نبلع لهم فمهم كيما نتايا. ايه ما وصلناش للزواج نيشان. اني ما ندخلش وغير ما كان له وغير باسكو ليميسيون اني نقول لك بلي ما تجوزش. الافونس. كان عندها. في الاغنية تاعك يديروا بها الكوميرس وانت تتفرج هكذا يعني. واحد من المعجبين ولكن من تكرار المحاولات جمع لي هكذا عملت صدمة. اني مريض. ان شاء الله نبرا برك.